مصر 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 مش ممكن مش ممكن. وابا الله 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 يا بابا الله. نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، شجعش فريق بعينه. احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب خليكوا ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا فيه جمهور تاني للمنتخب زي زمان. مفيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض.